السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل اللي بيشوفوني. النهاردة إن شاء الله جاية لكم بفيديو مهم جدا جدا وحلو قوي، مفيد جدا جدا للرجال وللنساء. طبعا هو عن ترهلات الجسم اللي بتحصل بعد الرجيم أو كمان بعد الولادة، علشان كده طبعا مفيد للرجال وللنساء. ان شاء الله النهاردة الفيديو سهل جدا وكمان وصفة فعالة جدا جدا هتعجبكم بإذن الله قوي. بس عاوز اقول قبل ما ابدأ الوصفة بتاعتي، ما تنسوش تدوسوا على زر اشتراك او سبسكرايب، وكمان تدوسوا على الجرس الصغير اللي جنب كلمة اشتراك او سبسكرايب علشان يوصلكم كل فيديوهاتي بإذن الله لما تفعل الجرس او تدوس عليه. ولو سمحت لو عجبك الفيديو وفادك ما تنساش تدوس لايك او تشاركه مع اصحابك. الوصفة بتاعتي زي ما قلت لكم هي بمكون واحد بس، زي ما انتوا شايفين معايا كده، هو لبان الذكر. لو تعرفوه اهو، هو ده شكله لبان الذكر او اللبان المر او حصى اللبان زي ما بيسموه في بعض الدول. احنا هنا في مصر بنسميه اللبان الذكر. طبعا ده متوفر عند العطار اكيد. بتاخدي منه معلقة صغيرة، معلقة شاي صغيرة على كوباية مية، بتنقعيها في كوباية مية من بالليل لغاية الصبح، بيبقى شكلها زي كده، زي ما انتوا شايفين معايا كده، هي لونها زي اللبن او ابيض جدا، زي ما انتوا شايفين كده معايا هي لونها ابيض كده. طبعا انتي بتنقعيها من بالليل لغاية الصبح وبتشربيها، بتاخديها على الصبح اول ما تصحي، قبل ما تفطري وقبل ما تعملي اي حاجة تاخديها كده. طبعا هي بتبقى بدرجة حرارة الغرفة اللي انت سايباها فيها، مش لازم تكون سخنة او باردة. انت بتسيبي الكوباية من بالليل لغاية الصبح بعد ما بتحطي معلقة واحدة من لبان الذكر، وتغطي الكوباية علشان الزيوت الطيارة اللي موجودة في الوصفة بتاعتي ما تروحش، وطبعا نستفاد بأكبر قدر من الوصفة. هتستمري عليها قد ايه؟ هتستمري عليها 15 يوم او شهر، على حسب ما طبعا وزنك بينزل، او كمان يعني وانتي بتعملي رجيم وزنك بينزل. طبعا هي ما بتنزلش الوزن، هي بتشد الجسم، بتشد البطن، بتشد كمان البشرة. لو سنك يعني بعد ال40 انصحك تشربيها، طبعا بتشد بشرتك جدا جدا. وبتفضلي عليها مدة، ممكن كمان تحطي عليها لو مش حابة الطعم او في سنة مرارة، ممكن تحليها بمعلقة واحدة من العسل الابيض. ده برضو مش هيقلل من الرجيم بتاعك او هيضره في اي حاجة. عسل ابيض، نحل طبيعي. هتستمر عليها طبعا زي ما قلت لكم. لبان الذكر ليه فوائد كتيرة جدا يا جماعة، طبعا من ضمنها ان هو بيشد الترهلات بتاع الجسم، وكمان بينظف الرئة جدا. اي حد عنده بلغم على صدره او كمان تنظيف للرئة وتنشيط الدورة الدموية مفيد زي ما قلت لكم. يا رب يكون الوصفة سهلة عليكم وتجربوها وتنال رضاكم. وما تنسونيش طبعا في اللايك واشتراك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جاية على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.